السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم هنايا جيت شوسية كيف ما كتعرفوا، هنا أول يوم في السولد هنايا عندنا في فرنسا. صراحة دايرين تخفيضات رائعة حتى 70%، داكشي زوين تبارك الله في الأحذية، ودايرين تخفيضات حتى في السكن. المهم غادي نشارك معكم هذه الجولة، نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. ما تنسونيش من اللايك والاشتراك إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة، وفرجة ممتعة. المهم اول حاجه غادي نبدا لكم بها البنات هي هاد السولد، اللي الحوايج اللي دايرين فيها 70%. كيف ما كتشوفوا هاد لي بوطات صراحه فنين، شوفوا هذا في المارو دايرين لي هذيك السمطه ديال لاستيك من الجنب بحال هكاك، دايرين فيه 70%، كان كيدير 29 أورو و99. كاين هاد الشكل عاوتاني هكا في الكحل، دايرين فيه هذيك السمطه هكاك الوسط، كاين هاد الشكل هذا، كلهم دايرين ليهم 70%، كيديروا 29. الاخر هذاك التالي 27 أورو. كاين هاد البالغينات هادو بحال هكا حتى هما 70%، كانوا كيديروا 19 أورو و99. كاين هاد الشكل هذا عاوتاني شويه طالع، كان كيدير 49 أورو و99، حتى هو دايرين فيه 70%. كاينين هاد الشكل هكايا كيجيو هكا مزغبين مع جنب، حتى هما 70%، كان كيدير 39 أورو و99. كاين هاد الشكل عاوتاني، شوفوا من الداخل كيفاش داير، صراحة سخاخنين ديال هاد البرد، 70%، حتى هو كان كيدير 39 أورو و99. كاينين هاد الطالونات عاوتاني هكا، حتى هما 70%، كانوا كيدير 24 أورو و99. كاين هاد الشكل في الحمر، شوفوا كاين هذاك الاخر حتى هو. المهم البنات هما الاحذيه باينين وكباينين حتى الاثمنه ديالهم، غادي نخليكم على فيديو يعني تشوفوا كاع هاد التخفيضات اللي كاينه، وحيت حيت سميتو الصوت من الفيديو مع كانت الموسيقى. المهم نتوما ها كلشي باين، تابعوا لا فيديو حتى الاخير وما تنسونيش من الدعم ديالكم.